كما أطلقت كتائب القسام دفعة من الصواريخ على مدينة تل أبيب، وضواحيها وصفت بأنها من أكبر الرشقات الصاروخية منذ بداية الحرب. وأشارت الكتائب في بيان إلى أن الصواريخ انطلقت من جنوب قطاع غزة وقطعت مسافة نحو 90 كيلومترا. من جانبه أكد جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في 129 موقعا بمستوطنات تل أبيب الكبرى والساحل وفي منطقة واسعة تمتد من أسدود جنوبا إلى هارتسليا شمالا. كان هذا المليار 1000 مخزنين.